بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، جاتني معلومات من مصادر موثوقة وموثوقة جدا عن حقيقة مهرجان الجونة والتعري المتعمد. طبعا مهرجان الجونة أقيم أساسا بهدف نشر الفساد، ويعني ليش سووا مهرجان الجونة؟ رقم واحد نشر الفساد، رقم اثنين تعزيز دور العاهرات والراقصات وبما يسمى فنانات وتصديرهم للمشهد بهدف إثارة الفحشاء والمنكر وجعلهم إيش قدوة لبنات المسلمين. هذول الأنجاس لما يبون يخربون البنات مين يخلون يتصدرون المشهد؟ الفنانات والراقصات. فالآن لما تروح حق البنت وتسألها أنت إيش أمنيتك لما تكبرين؟ تقول والله بصير فنانة، عايزة أمشي على الريد كاربت، على السجادة الحمراء. فرقم واحد جعل قدوة سيئة لبنات المسلمين والعياذ بالله. بس أنا مش هذا اللي يهمني، هذا شيء معروف، لكن أنا السؤال اللي سألت المصدر الموثوق هذا، ليش التعمد في العري؟ قال يا حبيبي الحكومة متعمدة من خلال هالمهرجانات إثارة الرأي العام وإشغال الشعب عن ما هو مهم، إشغال الشعب عن الفقر، إشغال الشعب عن الهبش، إشغال الشعب عن الجوع، إشغال الشعب عن المشاكل السياسية، إشغال الشعب عن مشكلة مياه سد النهضة، وإشغال الشعب عن كل الأمور اللي تهم حياته، وجعل تركيز الشعب على إيش؟ الفنانة تتعرى. وحتى الكلام اللي وصلني إنهم يتعمدون إن بعض الممثلات يعطونها تعليمات، أنت تتعرين وأنت كذا وإحنا راح نسلط الضوء عليك، ويتعمدون يعطون تعليمات لبعض الصحفيين وبعض الإعلاميين ان ركزوا على وازاي تلبس اللبس ده وازاي، ويطلعون صحفيين وبهدف إثارة الرأي العام، ويتم الموضوع متشعل الأسبوع أسبوعين عشرة أيام شهر، والبطانة ترفعت يا عمرو، البطانة ترفعت، وهكذا. عمرو من يدفع أكتر؟ هذا اللي يسمونه الإعلام المخضرم ما عنده شغل، اللي البطانة ترفعت ما عنده شغل إلا خلفية الفنانة طلعت واختفت، والفستان وفستان ناري وفستان يثير الجدل. كلاب اخواني الافاضل، شلة مخابرات، ترى معظمهم مخابرات اللي تشوفون هذا في الاعلام واللي تشوفونه في كلهم يتفقون على اثارة الرأي العام، وهذا يرد على هذا وهذا بهدف ان الشعب ينسى مآسيه، ينسى مشاكل الصحة ومشاكل التعليم، وينسى انه ياكل من الزبالة، وينسى انه متمشكل ومتلعوز، وينسى انه فقير، وكل هذا ينساه، ويتم بس شغل الشغل شهر كامل، الفنانة لبست ايه، والفنانة عريانة ليه، والفنانة عملت كده ايه، وخسر الفنانة وخلفية، والبطانة رفعت والصدر، وهكذا شغل مخابرات درجة اولى. اخواني الافاضل، خذوا الكلام من اخوكم، وهذا الكلام قاعد انقل لكم اياه من هذا المصدر الموثوق اللي شغال معاهم. يعني أنا بس أتغشمر معاه، يعني أنا اسمحوا لي الآن هذا المقطع حاطه في القناة الرئيسية، يعني ما أبي أتلفظ ببعض الألفاظ اللي هم يستاهلونها. أعزائي المشاهدين، عرفتوا ليش هذا كله يحدث؟ عرفتوا عضلات محمد صلاح؟ تم أسبوع كامل عضلات محمد صلاح وعضلات محمد عبد وصدر وكتف وعضلات المنشار وعضلات إحنا اشتخلنا في عضلات محمد صلاح، ولكن سنة كاملة الإعلام شغال ينسيك مآسيك أنت يا مواطن، أساس أنت بس ما يكون عندك شغل إلا كل يوم تقوم الصبح وتتكلم على الفستان وعلى خلفية الفنانة وعلى عضلة محمد صلاح وعلى وعلى وعلى، وفي النهاية تنسى مشكلتك الرئيسية أنك عايش تحت مظلة حكومة حرامية هبيشة، تحت مظلة حكومية، حكومة ماكلة الخضر واليابس، ولا تعطيك، ما بقولك تعطيك الفتات، لا تعطيك أي شيء. أتمنى رسالتكم وصلت.